واش انايا قلت لك انايا مستعده اني نضمن لك الحقوق ديالك، فقط تبتوا لي بان الامر يتعلق بما هو شرعي. في الاستماع ديال هاد الاطراف هادو اللي هما متهمتين في هاد الملف هذا، سولها القاضي طرف المتهمه، سولها القاضي واش عندك سوابق، قلت لي لا ما عنديش سوابق. الوقت اللي غنجي نتكلم في الوقائع كطرف مشتكي انا وكمطالب الحق المدني في هاد الملف هذا، قلت لهم كيفاش انني غادي كيفاش هاد الشكايه هادي غادي نتعامل معاها، وكيفاش انني اصر على المتابعه، وكيفاش انني نقدم التنازل. الوقت اللي كان تم الايقاع القبض عليها هو الوقت اللي كان ديال المحضر راه كاين في الجلسه، المحضر ديال الاستماع ديال الانتقال وديال المعاينه اللي دارت الشرطه من بوينت وعباد الله. لقات هاد المتهمه الثانيه عندها متابعه مدوزه فيها عقوبه حبسيه في السكر العلني البين، الاخلال العلني بالحياء، القواده. هادي كاينه في المحضر، هذا مصطلحات كاينه في حكم، هادشي كاينه في متابعه، هادشي كاين في واحد العقوبه حبسيه دوزاتها. اذا ملي تخرج الزنقه وتقول لهم لا راه خسرات الهضره، واش معقول هادشي؟ واش معقول؟ لا قول لهم شنو قالت، قول لهم لا راه ابراهيمي قالت بان راه السيده هادي اللي قالت للمحكمه بانها ما عندهاش سوابق، لا راه عندها سوابق في كذا في كذا في كذا. بالتالي شمن الكلام اللي هو تخسر في المحكمه، ولا شمن المعطيات؟ هادي وقائع، هذه وقائع كاينه مضمنه في محاضر، وهذه وقائع كاينه، وهذا كاين بوينتاج، وهذا كاين عقوبه حبسيه دوزاتها. اذا كيفاش كتخرجوا للزنقه وكتقولوا حق راه عيرات، وحق راه كديروا، حق تمارس، وحق هذا؟ شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء؟ ملي كتجي كتكلم وكتقول لا حق راه سبات للرب، انا راه تخلعت، انا ملي كنشوف داك الشيء اللي كيقولوا دوك التصريحات، راه كنسحب راسي بانني كنكون حاضره في شي جلسه، وكنلقى راسي بانني راه داك الشيء اللي كيتقال في الزنقه راه انا ما كنتش حاضره ليه. ملي غتقولوا كتسب الرب، شكون اللي كيسب الرب؟ ودخلنا عليكم بالله دابا راه داكشي كاين في محاضر ديال الجلسه، علاش كتكذبوا على عباد الله؟ وعلاش كتكذبوا؟ فين بغيتي توصلوا هادشي؟ فين بغيتوا توصلوا بيه؟ ملي كتجي كتقول حكا راه عيره الرب، لا قول كيفاش، قول كيفاش. حيت من الوقائع ديال الاستماع ديالي انايا اللي غتستمع ليا المحكمه، الوقت اللي غادي تلقى عليها القبض، حنا غادي يجيو لهذا الفيلم هذا ديال الاستدراج وهي تشكوكي وشي مصطلحات وشي عبارات زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا كلام واش صادر عليا انا؟ واش هذا كلام انا قلته؟ لا، ملي تخرج انت تقول هذه العبارات هذه، تقول في الزنقه لا راه الابراهيمي قال، قول الابراهيمي راه قالت بان الموكله ديالي اللي هي المتهمه في هذا الملف هذا، راه الوقت اللي وقفوا عليها البوليس ها اللي قالت لهم، راه مضمنه في المحضر. على هذا الشيء صدر لي، وكنخرج بك تقول لك لا انايا انا مربي انا ما نقدرش نقول هذه الهضره حرام. ويلي ويلي، هذا الشيء راه تقال البوليس، راه ما تقالش لي انا، وهذه عبارات راه تقالت البوليس، وهذا الشيء كنت كنقولوا انايا في الجلسه لانه عباره عن وقائع، وقائع اللي هي ضمنات في المحضر. كتخرجوا كتشدوا النص ديال الكلام وكتمشيو تشته، وكتخرج دير تصريحات، كتخرج دير تصريحات وكتعيط للنقابة تعتذر. كنعتذر لانني قدمت واحد التصريح وما التزمتش، ويا تلتزم مع المؤسسات المهنيه، يا ما تلتزمش، يا تحترم النظام الداخلي ديالك يا ما غتحترموش، يا تحترم الزماله وقانون المهنه يا ما تحترمهاش، يا تحترم الاطراف يا ما غتحترمهمش. دابا شي واحد كيقول لك انا حقوقي وكتجي كيدافع على واحد، ايوا جالس انت كتصبط في واحد اخر كذبا وبهتانا وظلما على هذاك الطرف الاخر، ما عندوش حقوق بالنسبه لك؟ على الحقوقي، الحقوقي الذي يدافع عن الحقوق، عنده كيدافع على الحقوق ديال واحد اللي كيكون هو موكي ديالو. اما الطرف الاخر زعما هذاك نصبطو ما عندوش حقوق، هذاك الطرف الاخر ماشي مراه مغربيه، هذاك نازل من السما. علاش؟ حيت مشتكي. وهذا الملف ما كان له ان يكون، فيما تنوف شي ملف كتقول لي ما انا كان له ان يكون، يا خاص هذا الحكم هذا يرضي التطلعات ديالك ويرضي داكشي اللي كتقول، هذا يصبح حكما تاريخيا، يا انه ما كيرضيش لداكشي اللي نتايا باغا توصل ليه. لا لا، هذا المحكمه ما عرفتش دارت وعوده الضمير، كاين شي حاجه سميتها عوده الضمير؟ المحامي اللي كيلتزم بالمهام ديالو كيلتزم بها لاخر رمق داخل الجلسه وكيناقشها في الجلسه، ماشي واحد كيقول جوج كلمات داخل الجلسه وكيخرج يكمل الهضره والجلسه هي منعقده وكيخرج الشارع باش ياخذ ميكرو. اصبحت متيما بهذا الميكرو، اصبحت متيما بشكل يجب ان تعالج نفسك فيه. راه الا ما كناش كنجاوبوك وانا ما كنتش كنجاوبك، راه لي سبب واحد، هو لانني احترم جميع المحامون داخل جميع الهيئات بالمغرب فقط. اما لا جيت نجاوبك انا راح يتسبوا القات وتشهير ساهل، ولكن راه كل اناء بما فيه ينضح. الا كنتي شي واحد اللي كتحترم فيه الصفه ديالو فخاصك تحترمها، الا كنتي بغيتي تكذب على الناس فغنخرجوا نقولوا الحقيقه للناس. هذاك الملف اللي كاين في المحكمه الاجتماعيه اللي كتجيبوا لنا نتايا للمحكمه الزجريه راه ما عندنا به حتى شي علاقه، هذاك البكا والنواح اللي كتخرجوا كديروا تما حدا المحكمه الزجريه، هذاك راه كذب وتضليل العداله وتضليل الناس وكتكذبوا على عباد الله.
كتكذبوا على عباد الله؟ اش بغيتوا لابراهيم؟ واش هي اللي وضعت الشرع؟ واش ابراهيم هي اللي حطت القانون؟ واش انا اللي شرعته؟ واش انا اللي كنتحكم انايا في الاحكام القضائيه؟ واش ماشي خرجه للعقل هو هذا؟ فين بغيتوا توصلوا بهذا الشيء؟ فين بغيتوا توصلوا؟ انا غنقول لكم فين بغيتوا توصلوا، وهذا الشيء كون كانت عندكم الجراه في انكم توصلوه للمغاربه كنتو توصلوه ليهم بطريقه اخرى، وكنتو تخرجوا من هذاك القوقعه اللي نتوما عيشتوا الناس فيها ديال واحد الملف، وتقولوا لهم بصريح العباره انكم تنشدون الحريه الفرديه، وانكم تنشدون واحد الامور لانكم خاصكم تخرجوا بها للناس نيشان، قولوها لهم نيشان اللي عندكم الجراه، قول لهم يا عباد الله راه حنا بغينا ابناء الزينه يتسجلوا، راه حنا بغينا اننا نخالفوا الشرع، راه حنا بغينا نخالفوا مدونه الاسره، راه حنا كنبحثوا على واحد النصوص واحد المواد تعدل في القانون اللي هي بغينا انه تكون الشذوذ الجنسي يمارس عاديا، بغينا انه الافطار في رمضان يدار عادي وما تكونش فيه عقوبه، بغينا انه يتم رفع تجريم على الماده 490 ولي الفساد بالعلالي، بغينا انه الناس تتحكم في الاجساد ديالها كيف ما بغات، بمعنى انت 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 كمراه مغربيه، انت كمراه كيف مغربيه، هالحريات الفرديه اللي كنشدوا هاد الناس هو انك تشوفي راجلك كيمارس الرذيله مع شي حد اخر، هذاك حر في الجسد ديالو، وانت يا المراه الا بغيتي انك تمارسي الجنس مع شي حد اخر فانت حره، ودخلنا عليكم بالله هاد الفكر هذا الا كانت عندكم الجراه انكم تقولوه للمغاربه قولوا ليهم، ماشي انكم تمروا بهذا الشكل وكتقوموا بتدليس على عباد الله. يلا حدكم دابا دويتوا على رفع الجريمة 490 وكاين شي واحد فيكم اللي دوا كاع ما اكثر، وهذاك الصيافر وكيفاش الصيام ولا الصيام والخمر وكذا، وهادشي خاصو يترفع عليه العقوبه، وهادشي خاص هادشي خرجوا عباد الله قولوه ليهم، قولوه ليهم، قولوا ما عباد الله راه حنا بغينا نغيروا القانون، وبغينا هادشي يولي مباح، بغينا هادشي يولي مقنن، بغينا هادشي يبقى المراه ما عندكش الحق انك تكلمي على البيت ديالك. انا ندافع على البيت ديالي، ندافع على وليداتي، علاش؟ لان ماشي انا تعديت على حتى شي واحد، راه انا ما تعديتش على حتى شي واحد، واش انا مشيت عند شي واحد؟ انا مشيت عند راجل المراه مثلا، واش انا مشيت عند السيده هذه مشيت دقيت عليها ولا مشيت لها اجي سيري عند هذا الراجل ولا كيسيري صافر ولا كاش؟ ما اعتبرتيش انت لا حياتك ولا سمعتك ولا عائلتك ولا 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 مسيرتك ولا ما حتى شي حاجه ما على بالكش نهائيا، في الاخر غادي تجي وحكا الابراهيمي ما كانش على دير شي كيا، علاش؟ علاش الخطير في الامر اللي انا غنصرح به لاول مره؟ حيت في ظل هذا الملف هذا انا تعرضت للابتزاز، تعرضت للابتزاز من عند من؟ الابتزاز في العرض ديالي، وتعرضت للابتزاز في الاسره ديالي من طرف الدفاع. هاد الكلام هذا عمرني ما قلته، انا غنقولوا لان هاد الكلام هذا كانوا حاضرين ليه نقباء، كان حاضر ليه نقيب لهيئه محامين الدار البيضاء، وكان حاضر ليه رئيس جمعيه هيئه محامين المغرب، وكان حاضر ليه محامي ينتمي لهيئه محامين الدار البيضاء بعد طلب الدفاع ديالها بانه باش انه يلقاني في لقاء، قال لك لي محاوله اننا نشوفوا حل، واخا انا ما كان عندي حتى شي مشكل، الحل هذا استجبوا ليه النقباء وكنا حضرنا في دار المحامي واحد الحد مع 11 ديال الصباح. ملي تلاقيت بهاد الناس هادو قلت لهم انا غنردد عليكم نفس الكلام اللي انا قلته لهاد السيده، قلت لها انا مستعده انني ندافع عن الحقوق ديالك الا كانت عندك حقوق، وانا مستعده انني نصفك الا كنتي تستحقين الانصاف، وانا مستعده انني نشوف الامور كامل من واحد الجانب واحد اخر الى قلتي لي شنو كاين. هما كانوا حاضرين، حاضره هي ما كانتش حاضره، الاطراف الاخرين اللي هما متهمتين ما كانوش حاضرين. قال لي واخا شنو قلت لي انا الناس هادو طلبت منهم مجموعه ديال الامور باش نقدر نكون واحد التصور باش نعرف راسي مع من كنتعامل. ايه قالت لك مخطوبه، واخا كيفاش هاد المده هادي ديال هاد المده هادي اللي انت كدوي عليها؟ عطيني شي تصويره ديال انت كتواجدي في وسط العائله ديالو. لا ما عندناش. عطينا شي تصويره ديال انت كتقراو الفاتحه، لا ما كايناش. عطينا شي تصويره ديال تركب خواتم، لا ما كايناش. عطاونا شي تصويره ديال هاد السيده هادي ملي كانت حامله هو كان كيتواجد حداها معاها تصويره وحده 9 شهور هادي، لا ما كايناش. عطاونا شي تصويره ديال الكلينيك، لا ما كايناش. عطاونا شي تصويره ديال العقيقه، لا ما كايناش. وتا هذا الشيء كلشي ما كاينش. واش تصاور للناس كلهم العالم المغاربه كلهم كيوثقوهم؟ هذا الشيء هو اللي المنطق، هذا الشيء هو اللي الناس كتوثقوا، كتوثق الحفلات، كتوثق الخطبه، كتوثق المحابس، كتوثق هادشي اللي الناس كتصور، هادشي هو الناس اللي كيكونوا حاضرين في عباد الله كيصوروه. انما باش تجيب ليا تزينه ديال التصاور كلها ديال الناس عريانين غنقول لك لا، هادشي راه ماشي عادي، هادشي ماشي منطقي. هاد التصاور اصلا ما كيتصورهمش الناس اللي مزوجين، وهاد التصاور ما كيتصورهمش الناس اللي مخطوبين، وهاد التصاور هادي باين شكون اللي كيتصورهم. واش انا قلت شي حاجه ديال العيب؟ ملي غنقول شي حاجه اللي خاصني نتاكد منها انا اللي شرعيه، واش هادشي فيه العيب؟
واش انا قلت لك انايا مستعده اني نضمن لك الحقوق ديالك، فقط تبتوا لي بان الامر يتعلق بما هو شرعي. واش هذا الشيء فيه شي عيب؟ منين هذا الشيء ما كيتوفرش؟ انايا قلت لهم التجؤوا للقضاء، خليوا القانون اللي غادي يفصل، لاننا ملي كنتكلموا على الاحوال الشخصيه وكنتبلوا على ثبوت النسب راه ما كنتكلموش على حكم ابتدائي يا عباد الله. راه النسب ما كيكونش في الابتدائي، راه ما كاينش في الابتدائي، راه واخا كيتسناو في هذا الحكم الابتدائي، وهذا الحكم كيف ما شاء له الله تعالى ان يكون في منطوقه، راه ماشي النهايه، ماشي النهايه، لان الملف ديال الاحوال الشخصيه هي ما بين النقطه اللي في ثلاثه النقاط اللي درجها المشرع المغربي، واللي خلى بان راه لا يمكن الحسم في مساله ديال ثبوت النسب الا بعد النقد، بعد النقد. راه الاحكام الابتدائيه ويتم استنافها، والاستناف ويتم الطعن فيه بالنقد، والنقد يوقف التنفيذ في الاحوال الشخصيه. انا غنبسطها لكم، الحكم الابتدائي ملي كيتحكم سواء دار فيه القاضي رفض الطلب او سواء دار فيه القاضي ثبوت النسب، راه ما كيتنفذش، ما كيتنفذش. انا ما عرفتش علاش الناس متهممين بهذا الحكم هذا بواحد الشكل اللي اصبح مرضي، اصلا كيضغطوا على القضاء بواحد الشكل اللي هو كبير، وكيضغطوا على الناس بواحد الشكل اللي هو كبير، وكيديروا واحد الاستماله ديال الناس زعما زعما بقمه ديال 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 بشكل غير محترم. حتى الطفله اللي كتجبدوها راه شكل غير محترم هذاك، راه هذاك الطفل حتى هو عنده حقوق. ملي كتجي كدوي كتقول الاتفاقيات الدوليه وحقوق، وانتم ما احترمتوا بعدا هذاك الطفل، بعدا اللي خاشينو مره في كاميرا، مره في كذا، مره كتمارسوا به التجاره، والله الا عيب، عيب حشومه. هادشي بعدا تيزرع على الناس، بعدا الاميين وما كيعرفوش القانون، نتوما كاهل القانون راه ما يمكنش، راه عندك شي حوايج الاحوال الشخصيه ما يمكنش تكلم فيها طبقا للقانون، ما يمكنش تكلم فيها. حيت اش غايقولوا ليا؟ بغينا التنازل، التنازل ديالي انا على الشكايه اللي قدمت. التنازل علاش غنعطي انا التنازل؟ علاش غنعطي التنازل؟ الا كنت انايا كمشتكيه وكضحيه بانت ليا واحد الامور اللي انا ما فهمتهاش، ما فهمتهاش، داكشي كاع كامل اللي توصلت به وضعته في شكايتي، وضعتها للسيد وكيل الملك، وتوضعات عند البوليس، والبوليس دار الاجراءات ديالو وجابوا السيده واستمعوا ليها وقدموها. علاش انا غادي نقدم تنازل؟